تشرك به شيئا، ما تشرك بالله في عبادتك ولا تشرك بالله في اعتقادك، ما عملك ده خليه خالص لله، ما تدي نفسك منه حظ، ما تخلي الرياء يدخل عليه، وبعدك ما تعتقد ان مخلوق كائنا من كان ينفع او يضر مع الله، النافع والضار هو الله وحده. وربنا اخبر امر نبينا ان يعلن للكون كله ان ما يملك لنفسه نفعا ولا ضر، قال تعالى: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. خلاص الامر اتحسم، حتى النبي سيد الاولين والاخرين ما يملك لنفسه نفعا ولا ضر، يملك من باب اولى غيره لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر.